يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. يعني مفاجآت حسام جنيد لساتها مستمرة بعد صور الخواتم يلي نزلها. فاجأ الفنان حسام جنيد الجمهور بصورة نزلها عبر حسابه على انستغرام من برنامج بيحمل اسم ولعت، وأعلن من خلالها الصورة خوضه تجربة التقديم للمرة الثانية بمسيرته الفنية بعد نورت سمانة، وصرح بأنه البرنامج حيكون عرضه على أهم المحطات العربية. وطبعاً تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الخبر واتمنوا له المزيد من النجاح. نوال الزغبي عم تنفي خلافها مع نانسي عجرم. صرحت الفنانة نوال الزغبي أنه الأمور فلتت من إيدها، وكل شخص عليه أنه ياخد حقه بإيده، ونفت أنه يكون عندها زعل مع أي حدا من الفنانين، وقالت أنا لطيفة مع العالم. واستعانت الزغبي خلال ردها بالقصة لتوصف شو صار بأزمتها مع جمهور نانسي عجرم، وقالت لو كل يوم ابنك بيشكي لك أنه ابن الجيران ضربه، بالأخير حتقله روح اضربه. وردت على الأخبار المتداولة حول خلافها مع عجرم من خلال نشر أحد الأخبار يلي كان عنوانها نوال الزغبي تفتح النار على نانسي عجرم، وعلقت عليه وكتبت يا عيب الشوم عليكم، هيدي هي الصحافة الصفرة. والقصة مو جديدة بين الزغبي وعجرم، فصار الخلاف من السنة الماضية بين فانز الاثنين ومنحهم نفس اللقب، والشجار على مين بيستحقه أكثر. اتهام لطيفة بشن حملة تشويه ضد شيرين عبد الوهاب. بتصريح مفاجئ وغريب صرح مدير مهرجان قرطاج الدولي كمال الفرجاني أنه المطربة التونسية لطيفة هي يلي عم بتكون وراء حملات تشويه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي ضد الدورة 56 للمهرجان. وأكد أنه الحملة انطلقت بنشرها خبر زائف أنه شيرين ما حتحضر حفل الختام، والأخبار يلي طلعت من قبل صحفيين تابعين للطيفة بتونس. وتوعد كمال الفرجاني مطربة لطيفة بالكشف والرد على إثبات الكلام هذا. انضمام شيماء سيف لمسلسل منزل 12. أعلن المخرج مناف عبد انضمام الفنانة المصرية شيماء سيف لفريق مسلسل منزل 12 عبر نشر صورة لشيماء وكتب عليها انضمام الفنانة شيماء سيف لمسلسل منزل 12. المسلسل هو دراما اجتماعية معاصرة بيتضمن خطوط كتيرة منها التراجيدي والكوميدي، وبتبلش أحداثه من أزمة سوق المناخ وصولاً لوقتنا الحالي، وهو متكون من 30 حلقة تحمل الغموض والإثارة والتشويق لمعرفة سر منزل 12، وهو من تأليف محمد النشمي إخراج مناف عبد، وبطولة سعد الفرج، نور وفاطمة الحسني، بثين الرئيسي أمل محمد وكتار. وهلأ وصلنا لفقرة السوشيال ميديا. طريق السفر من أكثر الطرقات يلي منحب نشوفها ونحن عم نسمع غنية، ودائما عنا غنية بكل سفرة وكل طريق منضل عم نسمعها ونكررها. وسؤالنا لليوم، شو هي أول غنية بتخطر على بالك وقت يكون عندك سفر وطريق طويل؟ شاركونا أجوبتكم على بوست فن نيوز لنعرف شو هي الأغاني اللي مرافقة طرقاتنا. وهيك بتكون خلصت أخباري. طرونا بكرة بحلقة وموعد جديد لنعرف أخبار النجوم المحلية والعربية، ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.